حلقتنا بتتابع. بيسعدني استقبل فنان فوتي برانس. اهلا وسهلا فيك والمخرج ايمن مسعود والدي جي دي جي مارك مثل ما بيعرفوك. اهلا وسهلا فيكم معنا. ببدايه الحلقه قلنا انه اليوم عندنا تحيه خاصه للفنان اللبناني الكبير يلي صعب نوصفه بكلمات، ياسر الرحباني. يلي عطى لبنان والموسيقى والفنون المختلفه من اجمل من عطى. خلينا نقول اليوم ايمن عم تشتغل او اشتغلت على تحيه للياسر الرحباني. قبل ما نفوت معك ومع بوتي برانس بالذكريات وبالمشروع الجديد، خلينا نشوف الكليب ونعلق ونقول لكم مبروك عليه. ثانك يو. وعدوني ما اضطروني وقالوا لي بيلاقوني وجابوني.
ومبسوطة فرحاني ومعشوقة انتي ويا حد البوابة. هيدا صانع الفرح الياسر الرحباني يلي اختصرت أيمن من خلال هالأغنيات الثلاثة للفنانين الغاليين على قلبنا باسكال صقر، سامي كلارك وبيتي برانس. زمن من الفرح، زمن هيك من الحلم، حتى بالزمن الصعب يعني بوادي شمسين كان في مطرح للغنج وللفرحة. هيدا الياسر الرحباني يلي هويته هوية لبنان الشرقي المنفتح على الدنيا كلها، الغربي، هالخلطة المنفتح على الدنيا كلها على الغرب، وهالجسر اللي بيوصل شرق وغرب جسدوا الياسر الرحباني بكل اللي اشتغلوا. أيمن ألف مبروك، يعني شايفك قدام حمص قد الواحد ينبسط بشيء طالع بعتقد من قلبه. رح نحكي معك أكثر عن علاقتك كمان بالياسر الرحباني، وفي شيء على بالك تقوله بعتقد، بس قبل خليني أحكي مع بيتي برانس. يعني عمر من النجاحات والسنين الحلوة والإبداع بقلب الموت، خلينا نقول بقلب سنين الموت والرعب والقصف، كنتوا عم تعطوا موسيقى وعم تعطوا صورة لبنان الحلوة، صورة الأمل. نحن اليوم بأيام صعبة كمان عم تعطونا، إلا زمان ما هيك حسينا أنه فرحانين، مش هيك؟ مزبوط. يعني مثل ما بقول غيرنا شوية جو، لأنه كمان صرنا فترة سنتين كوفيد 19 وبتعرف كل هالمشاكل الاقتصادية والمالية، بحبينا هيك نعمل شيء. هلا ثاقبت أنه الله يرحمه الياس غادرنا، والياس أنا بالنسبة لي كثير عزيز على قلبي. واجا ايمن بهالفكره دغري عملنا المشروع وطلع شيء شغله حلوه كثير. يعني بقول له ميرسي لايمن، وحتى كمان بنقول ميرسي للوي جروب كمان. شو بدي اخبرك عن الياس؟ الياس بالنسبه لي صديق وخي اللي بدك اياه. بتذكر مزبوط وقت اتصل فيي وقال لي عندي اغاني لإلك، أول مرة بتعامل معه كان فعلا ألبوم كتير حلو، في بيناته كمان يخرب ذوقك يا حل شو حلوة، زيح البردية، شوف هالعناوين الحلوة، كان عنده هيك أشياء كتير أوريجينال. وعملنا وقتها سكسي فو وقتها فيها كل الألبوم عمل سكسي. بلس أنه بدي أحكي عن الياس شوي، هلا العالم الياس بيعرفوه ميوزيسيان وما بعرف شو، بس بحياته الخاصة كثير انسان مرح. حتى إذا بده يحكي عن المشاكل كان يحكي عن المشاكل بالزمان، يطلع على التلفزيون مثلا كون عم بحضره، يحكي عن السرقات وشركات الإنتاج وشو عم بيعملوا هيك، أنت بصير بدك عشوائي تبلش تبكي يعني. وبلحظة بتلاقيه غير دغري بفيت بخبرية وبلش يضحك ويضحكنا معه. يعني هيدا الكومينيزون ما كان عنده حقد ابدا، ما كان عنده حقد ابدا، كان عنده على طول فرح، بس كمان كان بذات الوقت يتضايق من يعني الانتوراج كل شيء. ما كانت حياته سهله مثل ما كانت حياته سهله مثل كل اللبنانيين، بس يمكن الفنان بيبقى عنده هالقد طاقه وهالقد عباله انه يوصل للناس باعمال جديده، فبيحس حاله ببلده مخنوق وهيدا الشيء صعب. أيمن، عن الياسر الرحباني شو عبالك تقول؟ شو عبالي أقول؟ أول شيء هيدي تحية مني للأستاذ الياس. أنا كان في شغلة بيرسونال كتير أنا وياه، كنت دي جي بالإذاعة، كان يدق لي ويتسمع على موسيقتي. هونيك نهار بدق لي بيقول لي بس تخلص هوا شرفنا على الاستوديو. رحت لعنده على الاستوديو، نقعد نحكي ونحكي ونحكي اغاني وموسيقى. كان يقول لي الموسيقى لا تتغير، الموسيقى هي الله، واذا ما في نغمه ما في موسيقى. كنا نحكي كثير هالقصص، وكان في شغله قال لي على بالي نعمل شيء سوا. راحت الايام وراح استاذ الياس وما عملنا شيء سوا، فحبيت مش كرمه، حبيت اذا بدك اقول له ميرسي على كل شيء تعلمته منه بهذا العمل.
واكيد بدي اذكر غسان رحماني وجاد رحماني ومدام نينا اللي عطوني الاوكي قبل ما بلش بكل هيدا الشيء. اللي تقريبا 3 اشهر عم بشتغل على هيدا الشيء. اتصلت بغسان رحباني وفسرت له، قال لي جو اهيد والله معك. ثانك يو غسان. تحياتنا لعائلة استاذ الياس. والحلو كمان انه بالكليب هو موجود، يعني كانه عم يتفاعل مع غنياته. الهدف ما هيدا اوماج له بالنهايه يعني، بس حلو الفكره بحد ذاتها، يعني انه مزبوط مش هيك؟ كان الهدف وصل انه الاستاذ الياس بعده موجود بيناتنا. وكان الهدف وصل مساج كمان انه الاستاذ الياس كان على طول يضل عم يضحك، يضل عم يزقف، عم يغني، وهو ما راح. انا بالنسبه لي يعني انا بعدني كل يوم بسمع له كل الاغاني اللي ربين عليه، اللي ربين عليهم. من يعني اذا بدك نضل نسمع لاستاذ الياس في اجيال واجيال واجيال بتضل عم تسمع، لانه عنده فوق 6500 لحن. يعني اذا بدي ارجع جدد انا بدي اقعد 6500 سنه جدد يعني. يعني فنان كبير، والناس يلي مثله ما بترحل، بتبقى أكيد حاضره مش هيك؟ خلينا ناخذ اتصال من الفنان سامي كلارك. الو 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 بونجور إلي. بونجور، يا هلا فيك، واشتقنا لك. بونجور لايمان وبونجور لبيتي برانس. كيفك سامي؟ بونجور منيح. سامي اشتقنا لكم. نحن بالاكثر كنا حابين تكون معنا. بعدني محشور قبل الطعم. ان شاء الله بياخذ الطعم وبتتحرك. ان شاء الله ان شاء الله على السلامه استاذ سامي. طبعا مسيره مهمه ونجاحات كمان عالميه مع استاذ الياس الرحباني. مين منا ما بتذكر كل هالاغاني الحلوه اللي قدمتها بصوتك. اليوم كمان الجيل الجديد من خلال موسيقى ايمن في بيت مختلف مع اللحن الحلو والصوت الحلو، حضوركم كلكم الحلو. شو بيعني لك انه هالاغاني ترجع كمان تتجدد؟ اول شيء كمان بشكر ايمن وبشكر البي جروب وعائله الرحباني بنوع خاص غسان وجاد ونينا. وانا بقدر اقول انه هيدا عمل خطوات كبيرة لازم تلحقها. ليس على طول كان إنسان جامع، فنان جامع للفنانين بتواضعه، بكل الكبار إجمالا بيكبروا أكثر بتواضعهم. هذا كان يميز الياس. من هيك كلهم إذا لاحظت بيقولوا الياس، لكن تقول له أنا أستاذ الياس، قال لي لا الياس. بقى في مرة فات على الاستوديو قلت له كيفك استاذ الياس؟ قال لي انت استاذ واحد مثلك استاذ. انا الياس. انا مرحلتي معه بلشت ب 68 بحفله باليسوعيه، الجامعه اليسوعيه. كنت عم بعمل حقوق وسمع صوتي وعرض علي انه روح معه سنه ال 70 على مهرجان عالمي باليونان. ما راح طول كثير عن هذا المهرجان، بس مرحلتي معه كانت تقريبا من مهرجانات عالمية. منهم سنة 79 موري موري جايزة أولى، وسنة 80 بالنمسا موري موري وات أي نيد، وسنة 81 ببلغاريا الأغنية العالمية بوات أي نيد. يعني مرحلتي تعرفت عليه أكثر عن خلال سفراتنا مع بعض. كنا نسافر سوا، وكان المعروف عن الياس مثل ما قال بيتي برانس مزبوط، روحه مرحة كثير وحلو مهضوم، القعدة معه ما بتمل أبدا. غير هيك كان عنده تحدي كبير، كانوا بمهرجاناتنا كلهم يخافوا لما يقولوا الفنان من لبنان